كم أنت لازلت وعدا من الحب، صيفا من القمح والتين والزيتون، ربيعا كهلال الزهر، شتاء خصبا بمطر مزدهر، وخريفا يسقط أوراق اليأس والبؤس وأثواب هلع العمر. وبعد لأنه انتبه إلى أن الفتنة تتغلغل في الوطن العربي وعلى تماسه، ورأى أن التصدي لها يكون بالوحدة والوعي والإسلام الرسالي والحفاظ على صيغ التعايش، وأن لبنان دولة سماوية لا دولة جينية ولا لأقلية ولا لأكثرية، لأنه رفض أن تستمر الطرقات تذهب بصوتنا وصداه وتسلمنا بالصمت والسكت والخرس.